فيديو النهارده برضو متابعه الزغاليل زي ما عملت في الفيديوهين اللي قبل كده، بس هنعمل حاجات جديده. هنعمل ايه النهارده؟ هنغير الفرش اللي في الطواجن سواء للحمام اللي في سلكات زي كده، هنفرش فيه ايه، ونعرف كمان بنفرش للحمام السايب ايه، وهتفرش في الطاجن ايه في الشتاء، وهتفرش ايه ليه في الصيف. اما الحمام اللي بيبيض في الاماكن اللي هي السايبه له طريقه تانية، هنشوف الكلام ده كله مع بعض. بس في البداية اعمل لايك للفيديو وتعالى نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. في البداية لو في زغلول كبير وزغلول صغير بنبدلهم زي ما بدلنا في الايام اللي فاتت. ده الجزء الزغليل اللي انا امبارح كان واحد لوحده، وكان في جبت له الصغير ده حطيته معاه، هو اكل الحمد لله تمام. ده اللي احنا كنا بنعمله، ده كان مع الزغلول ده. يعني هنا زغلولين، انا خدت الصغير اللي فيهم حطيته مع الزغلول ده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا ما نظفت لهمش من فتره، بستنى عليهم شويه، دول مش هينفع انظف لهم دلوقتي لان هحط لهم قش، القش مش هينفع يضيعوا في القش، فخاف ان هم يضيعوا في القش. هقول لك هنفرش للي هو ازاي، اللي هنغير له فرشته دلوقتي. الزغلول ده يمكن اكبر شويه، ممكن نغير له فرشته للشويه اللي تحته دول، واقول لك نعمل ازاي. هنا بفرش للزغلول قش، او بفرش عموما للحمام قش. في طريقتين، يا اما انت اللي تفرش القش، او ان انت ترمي القش كده للحمام والحمام هيسحب منه ويفرش منه، الحمام هو بيفرش عشه. اما في حاله الزغليل اللي احنا عايزين نغير لها، فاحنا بنغير بايدنا كده، بما بنسيبش الحمام هو اللي يفرش، فعشان نشيل القديم، لان الحمام مش هيشيل، الحمام هيحط على القديم. فلازم تكسر القش، تمسكه اتنين كده بالشكل ده، تحاول تطبقه كويس جدا عشان الزغاليل ما تضيعش منه، ويفضل للزغاليل الكبيره بس. تحاول تهدي الاشياء كويس ونحط فيها الزغلول فوقها عشان ما يضيعش منها، ولو عندك حته طوبه كده تحجز على الزغلول فيها تمام. يبقى كده بالنسبه للتربيه الارضي او التربيه السائب ده، اقل عمر ممكن تغير له الفرشه. حد هيقول لي طب احنا ما عندناش قش، هقول لك تفرش ايه. طبعا القش مش في كل البلاد، ده قش الرز يا جماعه. لو ما فيش عند حضرتك بتزرعوا رز، ممكن تستخدم البرسيم الجاف. وما فيش قش برضه، ممكن تفرش نشاره خشب زي دي، او تحطها كده اهي عادي. اهم حاجه يكون مكان الزغاليل يكون جاف، ما يكونش فيه رطوبه. ممكن احط شويه قش كده في مكان كده على جنب، الحمام ياخد منهم ويفرش هو بمعرفته. هنغير الفرشه للزغليل اللي في السلكه دي. ده الطاجن نضيف، انا غير مثلا الطاجن، لو عندك طواجن زياده، لو ما عندكش ينظفه وقشطه. ان هو انا معايا طاجن جديد اهو، وهجيب التحديق ده، كيس التحديق اللي هو في محار البحر والرمل، هنفرش منه كده. ده بنفرش منه في الصيف وفي الشتاء تمام. لكن في الجو البرد جدا هنعمل ايه؟ هنضيف عليه اضافه كده بسيطه، ده في الشتاء بيكون متلج، ممكن يبوظ البيض، ان هو غالبيته رمل، فالرمل بيكون درجه الحراره فيه بارده جدا. شايف اللي هي نشاره الخشب الناعمه دي، بعد ما احط التحديق زي ما انا حطيت كده، ده لو الجو برد، لو في الصيف ما تحطش، اخد شويه نشاره كده واقوم حاطط الرمله او التحديق ده. على فكره يا جماعه كيس التحديق ده فيه 5 كيلو ب 10 جنيه. مش غالي يعني، اللي هو محار البحر ده الكيلو ب 2 جنيه فيه. احط الطاجن الجديد، انقل فيه الزغاليل، وبرضه نشوف فيهم واحد اكل او واحد مش اكل. لا هم ما شاء الله معقولين متقاربين، رغم فيهم واحد سابق شويه، لكن الصغير اصغر واحد فيهم واكل كويس الحمد لله. اخد ده بقى ننظفه ونغسله ونحطه في الشمس. لما يكون معاه زغاليل لازم تحط للحمام اللاحم 2 طاجن اللي هو في سلاكة، او الحمام السايب برضه تحط له 2 طاجن. بنحط فيها برضه التحديق، الحمام يحدق منه زي ما انت شايف كده، والزغاليل يكونوا في المكان التاني ده، لان دول ممكن يبيضوا في اي وقت. عشان ما يبيضش على الزغاليل فلازم تكون جاهز بالطاجن التاني، او حاطط له البياضة التانية. لازم 2 يا جماعة بيضتين. في ايه جديد النهاردة؟ في النهاردة حصل في قيس جديد برضه، هنشوفه ونتابعه. زي ما قلنا نخش بايدينا كده، بظهر ايدنا كده، عشان الحمام هيضرب او يعض. زغلولين لاحم متحضنين تحت زاجل، زي ما حضرتك عارف ان انا كنت بعت الحمام اللحم اللي في السلاكه وخدت الحصى بتاعه حضنته اهو ما شاء الله. فيهم واحد اكل، يمكن التاني مش اكل قوي، لان طبعا في قيس بعده مثلا بساعات، فهنتابعهم برضو بكره عشان اشوف لو مش اكل نتصرف.
دول برضو كنا شفناهم امبارح اهو، بسم الله ما شاء الله الاثنين واكلين. هل ده نغير لهم كمان؟ لا مش هغير لهم دلوقتي، خلاص هنستنى عليهم شويه، حتى لو الطاجن مش نظيف هسيبهم، ما حاولتش ان اغير لهم الفرشه وهم في السن ده. ده الزغلول اللي هو لوحده ده ما شاء الله ليه كويس. عندنا هنا برضو الزغلولين دول المكان بتاعهم اصبح مش تمام، اهو الزغلولين طبعا هم واحد زاجل واحد لحم، حطهم بقى في المكان. هتلاحظ ان الزغليل هتكبر لما تنظف لها وتغير لها الطاجن. هنشوف الزغلولين اللي هنا، بسم الله ما شاء الله واكلين كويس، الاهالي مأكلينهم ما شاء الله تمام، بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لك ده مش هنغير له، ده عشان متربي سايب. انا كنت فارش الطاجن تحديق، لو شفنا تحت كده هتلاقي فيه التحديق، وهو الاهالي لمت عليه القش والريش ده فرشته كمان لانهم عايزين يدفهم الزغليل. حمام القش بيبقى بيدفي الزغليل ويدفي البيض، وكمان بيكون حافز او محفز للحمام ان هو يبيض. معانا الزغليل اللي هي برضو فاقسه امبارح، هنشوف هنا طبعا دول متربيين سايب، القص ده زاجل ابيض. هنشوف برضو ايه الزغليل اخبارها ايه، وكان معاهم حصوايه انا قلت لك يمكن تفقس او ما تفقس، اظن انها مش عارفش هتفقس لان هي لونها ازرق خالص، علشان انا مش فاكر هي محطوطه يوم ايه، لان محضن طبعا تلاتة وما كتبتش التاريخ عليها. هتسيبها كمان يوم. شوف بس الزغاليل اكلين ولا لا، ما شاء الله ده واحد اكل تمام كويس. نرجعوا نشوف التاني، اكل بس هو اصغر من التاني بس اكل. لو هنبدله هنسيبه لبكره كمان، مش هبدله النهارده. الزغليل اللي فقست النهارده ممكن احط معاهم الزغلول ده بكره مش النهارده، لان يعني النهارده ماشي يمشي الحال يعني. بس هعمل حاجه برضو، شايف الزغلول الكبير ده كان بره، انا هخلي الصغير بره، يبقى قريب ان الاهالي يبقوا شايفينه ياكلوه اكتر، لما الاهالي تيجي تاكل يبقى الزغلول الصغير هو اللي ظاهر اكتر. طبعا ده المكان اللي انا بجهز فيه الشبابات، في شباب لاحم وفي شباب زاجل، جهزهم للبيع. الناس كلها عايزه اللحم اللي شغال، محدش عايز الزغاليل او الشباب. بسكنهم في السلاكه بعد كده اعرضهم للبيع، بعد طبعا اعتبرهم ان هم يحصم، لما اعرف ان الحصى بتاعهم عمران ابدا اعرضهم للبيع. شوف الزغاليل دي بسم الله ما شاء الله اكلين ما شاء الله، واكل تمام ما شاء الله لا قوة الا بالله. زغلول يا جماعه ما شاء الله تاكيل، القص اللاحم ماكل الثلاث زغاليل، ويمكن بياكل ساعات والله الاثنين دول، يعني بياكل الخمس زغاليل بسم الله ما شاء الله عليه. معانا كمان جوز الزغاليل ده ما شاء الله اكلين تمام. طيب هي تقريبا ما عادش في الفرشه بتاعتهم تحديق، فيهم بسيط تحديق، ممكن احط عليهم شويه كده او ممكن اغير الطاجن، انضف واغير الطاجن واحط شويه تحديق برضو زي ما بنعمل مع الحمام. بس زي ما قلت لك لو الجو برد حط على التحديق شويه نشاره، نشاره خشب يعني. زي ما فرشت التحديق في الطواجن للحمام اللي في سلكات او الحمام التاني، هحط شويه تحديق للحمام ياكل منهم. مهم جدا يا جماعه التحديق ان هو يكون قدام الحمام. انا كنت حاطط هنا بس خلاص اشيل دي برضو، انضفها واغسل المسقه دي. على فكره المسقه مستعمله اهي، وانا برضو منضفها وكنت حاططها في الشمس، فانا جبت دي واشيل دي خلاص، مش هسيبها كده. الحمام ما يجيلوش امراض من لو اكل من التحديق اللي هو هنا. وزي ما عملت في المكان اللي فيه الشباب حطيت التحديق، برضو هنا هحط التحديق برضو للحمام اللي هو الزاجل، للحمام السايب ده احط له برضو شويه تحديق يحدق بعد الاكل. لو في شكوى بتشتكي منها في الحمام السايب او الحمام المحبوس اكتب لي في تعليق وانا ارد عليك. بكده اكون خلصت الموضوع فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.